التغطيه الصحيه الاجباريه يعني شي حاجه الحق ديالنا، يعني حتى واحد ما يمنعنا منه. السلام عليكم، معكم عبد النور قطة، السن 17 سنة، كنقرا في مدرسة عبد الكريم الخطابي إعدادية، ممثل جماعاتين لجمعية حشنونة لمساندة متعاطي المخدرات. ويعني هذيك شي حاجة الحق ديالنا، يعني حنايا عندنا حق باش نداوى وباش نمشيو للطبيب، يعني باش ما يهضر معنا حتى واحد يطيع معنا الهضرة ولا شي حاجة، حيت هذيك الشيء الحق ديالنا. ويعني خصنا شي ناس واعية اللي عاد تكون مقابلة هذيك الشيء وكذا، ماشي عاد يجيبوا لنا شي واحد عادي اللي كتهضر معاه ما عرفش حتى الأسلوب ديال الهضرة باش يهضر معاك، يعني خصك يعني يجيبوا لنا شي حاجة اللي مزيانة. الوجه الصحة العمومية هي شي حاجة اللي كاينة، ماشي ما كايناش، ولكن شي حاجة اللي يعني ما عاد جبرتي، يعني ما عادش مثلا بعد ما صحت ما عاد جبرتي شي حاجه، واحد التغطيه الصحيه اللي خصك تينا، ما عاد جبرتي التغطيه الصحيه اللي كاينه في المراكز العموميه بحال اللي كاينه في المراكز الخاصه. يعني في المراكز الخاصه كيكونوا جيدين حيت كتخلص فلوسك، وكيكون هذا صاحبي وهذا صاحبي، يعني هادشي اللي كاين في المراكز العموميه شي حاجه اللي يعني كاين واحد التمييز، كاين واحد هذه، يعني اذا ما كانش شي عندك شي معارف او لا ما عندك شي يعني باش غتخلص كذا، يعني ما كاين حتى شي حاجه، من احسن تمشي مراكز اخرى وخلص فلوسك باش يهتموا بيك، وباش يعني غتكون فواحد التغطيه اللي جيده بواحد الجوده اللي طالعه عكس الصحه العموميه. الناس اللي مقصيين ما دار الرعايه هذه الصحيه هما الفقراء، والناس اللي ما عندهمش فلوس وما عندهمش معارف. على حسب اذا كنتي مثلا عندك معارف يعني ما تحتاجش تمسح كابا حتى شي واحد، عاد تمشي براسك عادي. على حسب عندك سيد صاحبك كتعرفه ولا مدبر عليه حيدوزك عادي. والعرق اللي كيواجهوا هاد الناس هي بحال اللي قلنا قبيلاتي، هاد النص هذا كاين ايه في الوراقي، ولكن يعني هادشي كاين هذا في الاذاعات، كاين في البرامج، زعما ملي كنجيو نشوفو شي حاجه في الواقع، شي حاجه يعني ديال بصح، ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. وكاين بزاف العراقي، وكاين التمييز، كاين بزاف التمييز، يعني مثلا عاد دخلتينا عاد تعالج مثلا الطبيب عمومي، حتى هو كيمشي له بنادم يعني اللي عنده فلوس كيمشي اللي ما عنده شي فلوس، ولكن المعامله اللي غيتعاملوا مع هذاك اللي عنده فلوس حتى علاقه مع هذاك اللي غيتعاملوا معاك تينا. مشيتي مثلا غير غتعدل القبصه ولا شي حاجه، خصك تينا تمشي تشري، خصك تينا تمشي تهدي، عكس ياخر كيدبر عليهم وما كيعملوا كل شيء. يعني ديك الشيء كاينه في مصلحه، هو اذا شاف فيك مصلحته راه يعمل معاك وكل شيء، اما ما شافش فيك مصلحته راه كتبقى برا الهامش تينا.